معلومة ما بتدفعش ضرائب. ده عدد جريدة الوطن بتاع النهاردة، قصدي اللي كان المفروض ينزل النهاردة قبل ما يتصادر. دي حقيقة عن 13 جهة سيادية ما بتدفعش الضرائب، وزي ما احنا عارفين الضرائب للغلابة فقط. فعلا حاميها حراميها. لا مش انت، اللي بعدك، اللي بعده. وزير التربية والتعليم لازم يحل المشكلة دي. مشكلة الدروس الخصوصية لماذا؟ المناهج أساليب التقييم والامتحانات بتحث على الحفظ والاستظهار. هو عارف ان هو وزير التربية والتعليم؟ هم صدفوك على أساس وزير الري ولا ايه؟ طالع تشتكي من ايه؟ الموضوع في ايدك، انت الوزير والله. حرمان يعمل اكتر من كده. محتاجين نسبة عري في التلفزيون شوية تكسر الكبت اللي موجود عند الناس. طبعا يا جماعة عايزين عري. الفنان لطفي لبيب 110 فيلم، 58 مسلسل، و10 مسرحيات. لا عمل مشهد ولا حتى بوس. انت حضني يا جدع ما حضنتش. الواضح ان الكبت عندك انت. الواجبات يرحمكم الله. انا مثلا مش هيبقى من ضربه الحصاه على دماغ ورخص الوش نازل اغمى عليه تحت. التربية والتعليم لازم تعيد آلية اختيار المدرسين. ما ينفعش مرضى نفسيين يربوا او حتى يعلموا اطفال، والضرب عمره ما كان حل، بالعكس ده ضعف شخصية من المدرس.